طيب تعالى نروح نشوف واحد كده من خريج كلية التجارة بيكتب الأشعار العربية عن طريق حفر خط الطمار على الكوبايات والزهريات والفازات وقطع الأثاث. تعالوا نروح نشوف كده نفهم يعني إيه الخط ده والمشروع بتاعه. نروح نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم تاني. لما فكرت في نون ارت بدات اجمع الخط العربي من على المساجد والمقابر والبيوت القديمه، ووقع نظري على الخط الطمار. والخط دوت من زمان قوي ما حدش بيستخدمه، ده من ايام الفاطميين حقيقه. ونسبه الخط ده جميله قوي لانه 50% مليان و50% فارغ. بدانا اصوره واشغل الخطاطين ويتدربوا عليه، اتدربوا عليه لمده شهرين تقريبا لغايه لما طلعوا لنا اول قطعه بدانا نشتغل بيها. نون أرت هو مشروع خريج كلية التجارة حسام عبد الظاهر والمستمر منذ أكثر من 15 عاماً للحفاظ على اللغة العربية وإعادة إحياء خط الطمار عن طريق حفره على مختلف المنتجات النحاسية والخشبية. المنتجات النحاسية منقسمة لكذا قسم، في حاجات شمعدانات، في أضاء، زهريات عندنا من الإزاز، وفي زهريات معمولة من النحاس الخالص كلها. والمنتجات الخشبية بتنقسم برضو لكذا حاجة، في الترابيزات في ترابيزة السفرة، في ترابيزة اللي بنعملها زي الكافي تيبل. فكرنا نحط الخط التمار بطريقة إن احنا نستخدم الأشعار العربية، مش القرآن والأحاديث وكده، لا بدأنا نستخدم الشعر العربي زي حاجات ابن الفارد، ابن عربي، ابن الرومي. استخدم الحاجات ديت على أساس إنها كلها في العشق الإلهي، تنفع في عشق المحبوب في نفس الوقت. ولحفر خط التمار على القطع الفنية يتبع الفريق تقنية خاصة. بيجي النحاس الخام بياخد الشكل بتاعه وبنجيب التصميم العربي بيتلزق عليه، وبعد كده بنبدأ نخرمه وننشره لغاية لما يطلع الشكل بتاعه. الحتة ممكن بتاخد ساعة ونص وعلى حسب الشكل، في شكل بياخد ساعتين، في ثلاثة، في شكل تاني كبير بياخد يومين أو ثلاثة يوم. ويصدر حسام المنتجات إلى الأردن والسعودية والإمارات ودول أوروبا، كما شارك بالعديد من المعارض. المعارض احنا طلعنا معارض في الأردن، في السعودية، في الإمارات، كان إندكس 2013 خدنا فيها أحسن عارض. طلعنا معرض ميزو أوبجي في باريس. هو الهدف من المشروع ان احنا نشغل ناس كتير في شغلنا، لان كل الشغل يدوي فبيحتاج عمالة كتير، ونشر اللغة العربية من خلال المنتجات اللي احنا بنقدمها للمستهلك عموما. يعني حاجة تبقى جذابة جدا لما تشوف أي حاجة محفورة كده بالنحاس وفيها الخط عربي، بتبقى جذابة ليك جدا عن أي حاجة تانية موجودة في المعرض. أول حاجة بتخطف عينك الكتابة العربية، بعدين جمال الخط وكمان الدقة كمان، دقة في التفاصيل. يعني زي ما احنا شايفين، هو زي ما قال لنا حسام بيقعد بالساعتين ثلاثة عشان يطلع قطعة واحدة. وقطعة قد إيه؟ يعني قطعة صغيرة جدا. احنا بنتكلم عن جمال الخط العربي، بنتكلم كمان على الحفاظ على التراث والنحاس العربي القديم والنحاس، وشغل هايل ورائع، وتصدير كمان لبره. يعني انا عاجبني ان هو بدا يفتح كده اسواق، يشتغل بره. فزي ما بيقولوا هم دول ايه، صناعيه مصر، صناعيه مصر المبدعين والحلوين. واحنا دايما صناعيه مصر مشهورين كده بان هم صناع مهره، يعني يعرفوا ازاي يجيبوا الصنعه صح. يعني